نبسس المقلي المعسل أو المتقبل مقلية مع هذيك العسيلة يخليه يذوب في الفم. نعطيكم المقادير المضبوطة مع السر اللي يخليه ما يتحلش في الزيت. إذا نحتاج إلى 3 كيلات من السميد المتوسط، في كل كيلة نستعمل مغرف تاع فارينة، نزيد عليهم ملعقة صغيرة فانيليا ونص ملعقة صغيرة من الملح. هنا استعملت يعني نص الكاس خليط بين السمن والمارغرين وكملت الكيلة بالزيت. هنا ما كملتش يعني ما عمرش الكاس تاعي كومبليتوم. نخلط كل المكونات هذيك الجافة ونضيف عليهم الخليط تاع الزيت ونبسو جيدا، يعني حتى الحبيبات تاع السميد يدخل لهم مليح هذاك الديدام. هنايا استعملت كاس تاع خليط ما بين المزهر والماء ونبدا نخلط العجين تاعي، يعني ما نعجنش العجين طبعا، فقط اللمو كما راكم تشوفوا على الفيديو. هنا خليت ما استعملتش الكاس كامل، كما راكم تشوفوا راني نحاول انني فقط نلم العجينه تاعي فقط، ما نعجنهاش بهذه الطريقه، يعني خليت لكم كل الخطوات باش تشوفوهم جيدا. اذا هنا مباشره نشكل المربع تاعي وطبيعه الحال نغطيه ونخليه يريح لمده 5 دقائق. اذا هنا بعد 5 دقائق نبدا نشكل في المبسس تاعي او المثقبه الى مربعات ولا تشكلوهم كيما تحبوا. هنا في كل مره نحاول انني نعدل في القطعه تاعي، يعني نقطعهم ومباشرة نحطهم في الزيت يتقلاو. الزيت طبعا ما لازمش يكون قوي بزاف وما لازمش يكون يعني ناقص. ياخذوا هذا التحميرة الذهبية مباشرة هما سخونين نحطهم في العسيلة، العسيلة ما تكونش يعني سخونة ولا باردة. بون ابيتي تول مونت.